برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيفي دكتور احمد غنيم استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بك. النهارده عايزه حضرتك في ملفات كتيره جدا، نبدا ازاي ونبدا منين؟ نبدا من الحوار الوطني اللي حضرتك شايف انه الملف الاقتصادي من اهم الملفات اللي المفروض هذا الحوار بيتناولها، ولجان كتير شغاله واهتمام لانه العنوان الكبير هو الملف الاقتصادي. ولا انا محتاجه كمان راي حضرتك دكتور احمد في رؤيتك ايه، في لو احنا بنتكلم على احدث الاخبار وبنقول انه معالي رئيس الوزراء مثلا كان امبارح مع مجموعه من المستثمرين في قطاع السياحه وبيستهدف 30 مليار دولار، تقول لي ازاي ان احنا ننهض بهذا القطاع وازاي ننهض بالصادرات المصريه؟ تبدا منين؟ خليني اقول لحضرتك، نبتدي الاول نقول في حاله حراك واضحه في المجتمع وفي الدوله بشكل عام فيما يتعلق بالملفات الاقتصاديه. نبتدي بالحوار الوطني. تمام. الحوار الوطني لما حضرتك تتصفحي الاخبار المختلفه اللي موجوده على وسائل الاعلام وراي الناس انهي ملفات يتم تناولها فيما يتعلق بالامور الاقتصاديه، هتلاقي كل واحد بيقول وجهه نظر مختلفه. في الناس اللي تتكلم على العجز في الموازنه العامه، في الناس اللي بتتكلم على الامن الغذائي، في الناس اللي بتتكلم على سعر الصرف، في ناس بتتكلم وهلم جر. نعم. اعتقد ان الفتره اللي احنا فيها تتطلب حاجتين، وده دور الحوار الوطني. في رأيك هنا كأولويات، كأولويات فضل. أو كفكرة عامة. نعم. الجزء الأولاني خاص بالمشاكل اللي حصلة نتيجة الأزمات العالمية اللي موجودة وتأثر الاقتصاد المصري بيها وتأثر المجتمع المصري بيها. نعم. ودي كلها أمور عاجلة. تمام. ولكن الحلول ما هياش واضحة، وبالتالي الحوار الوطني قد يفيد في آراء لصناع القرار إن هم يأخذوا بيها أو بعض منها لتنفيذها. ولكن الحوار الوطني له دور أهم أعتقد استراتيجيا، ألا وهو إن إيه الفلسفة الاقتصادية اللي الدولة والمجتمع المصري بيعيش بيها. بمعنى أن هناك في أي في ظل الظروف، ولا بتكلم بشكل عام؟ بشكل عام. بشكل عام. وده اللي مسبب لنا اللخبطة. في بعض الناس كانت بترى إن وجود فلسفة اقتصادية ده أمر مش هام، أدينا بنتعامل بشكل يومي مع المشاكل وبنحلها. وفكرة إن المدارس الفكرية بقت مش مهمة قوي، هل أبقى ليبرالي، هل أبقى اشتراكي، هل وهلم جرى. اعتقد ان التجربه اللي احنا مرينا بيها بتقول ان لا، لازم يبقى في رؤيه زي ما عندنا رؤيه 2030، في رؤيه اقتصاديه واضحه. انا عايز اكون فين واوصل لها ازاي. في المجال الاقتصادي على عكس الامور والعلوم الطبيعيه في مدارس كتير. نعم. يعني لما احب حد ينتقد حضرتك مثلا صندوق النقد الدولي يقول لك بص الدوله الوحيده اللي نجحت هي ماليزيا عشان ما سمعتش كلامه، لو عايز اقول لا الصندوق النقد الدولي بص ده في سنغافوره سمعت كلام. ففي مدارس صحيح. مختلفه، وهنا هو ما بيشيرش ان دي مدرسه للاسف، ما بيشيرش، هو بيديها كنموذج قاطع، بياخد حته ولا تقرب الصلاه للأسف. ويترك للاسف. وبالتالي احنا محتاجين يبقى عندي رؤيه اقتصاديه. حته على سبيل المثال تعميق الصناعة الوطنية. طب هعملها ازاي؟ هو شعار يقال. طب ايه الاستراتيجية اللي هحقق بيها هذا التعميق اللي انا طالبه؟ صحيح. هل في لحظة هقوم قايل اقفل مفيش وردات، واحنا شفنا اللي حصل لتعطل الصناعة نتيجة قرار البنك المركزي الغلق السابق نتيجة أزمة الدولار، ولا لا تاني لان انا ما عنديش استراتيجية للتعامل، ولا هيبقى في احلال جزئي بمدد زمنية زي وثيقة تخارج الدولة اللي أعلنت بشكل صحيح. واضح وصريح. فأنا محتاج زي هذه الوثيقة، الوثيقة لأنها كانت محددة شايف القطاعات. إن ده نموذج كويس، نموذج هايل. تمام. وعندي رؤية 2030. نموذج هايل. أنا في ملفات كثيرة جدا في الاقتصاد ولاجب أن يكون لها رؤية اقتصادية. على سبيل المثال بما نحن نستضيف مصر وتستضيف كوب 27 في نوفمبر، نموذج أو استراتيجية للتعامل مع الأمور المتعلقة بالتغير المناخي. طيب هنبتدي في الإجراءات، احنا عندنا باع طويل في هذا المجال ومشروع بنبان وكذا حاجة عندنا. ولكن الرؤية والاستراتيجية ده نمرة واحد.
في بعض الأحيان بينظر للناس الأكاديميين أو الناس اللي في الحوار الوطني إن هم بينظروا، طب ورونا ده يتنفذ إزاي؟ صحيح. وبالتالي الرؤية دي يجب أن تتحول للاستراتيجية بعد الحوار الوطني اللي دائر يتم التناقش فيها مع متخذ القرار، وإيه اللي يقدر ننفذه وإيه اللي ما يقدرش ننفذه وننفذه إزاي؟